الأسباب إذا نريد نفسرها اليوم إلى أنه أكو عملية تدني ونزول بالأداء التشريعي في العراق. السبب الجوهري راجع لأحزاب السلطة. أحزاب السلطة بدأت تميل إلى اختيار مرشحين تستطيع السيطرة عليهم والتحكم بأنماط تصويتهم، فبدأت تختار شخصيات ضعيفة إلى حد ما. بينما إذا تلاحظ بالدورات الأولى وبالجمعية الوطنية وبالمجلس الوطني كانت شخصيات قوية تتمرد على كتلها في بعض الأحيان، كثير من الشخصيات تمردت على كتلها، لكن لاحقا عندما قام يضعف النوع صار تدار الجلسات تقريبا من رؤساء الأحزاب ومن بيوتهم بالتليفون أو بالواتساب. نعم بالواتساب ممكن أن يديرون ادخلوا القاعة، لا تدخلون القاعة، صوتوا لا تصوتون. ولذلك النوع هو دائما يعني أي شيء أي أنا دائما أعول على المعادل البشري. يعني نريد برلمان قوي، إذن أكو معادل بشري قوي. لما يكون المعادل البشري مو قوي بلا شك، ولذلك أكو تراجع يعني مستمر من دورة إلى دورة. يعني ولا دورة جت أفضل من السابقة.